فيلم سين سيتي 2 او مدينة المعصية بارت 2 الجزء الثاني. هنحلل احسن جمل واحسن معاني ممكن تستفيدها وتعلمها من موفي. انا اخترت الفيلم دوت عشان سين سيتي 1 انا اللي هو في 2005 ده من الافلام اللي انا اتربيت عليه اللي انا وانا كنت لسه بتعلم الانجليش، فانا بحب الفيلم ده جدا. اول حاجه كلير اب، كلير اب يعني اكسبلين او يشرح. يعني لما اقول له مثلا كان يو كلير اب ذا سيتويشن، ممكن تقول لي السيتويشن او تشرح السيتويشن. كلير اب زي فعل اكسبلين. Thanks for clearing that up, kid. معانا for the life of me. For the life of me معناها خالص او مهما حصل. يعني مثلا تقول لواحد ايه I can't understand this question for the life of me، يعني انا مش قادر افهم السؤال ده خالص مهما حصل. I can't remember for the life of me. Hits or tails، ملك ولا كتابه، بنقولها احنا بالعربي بيقولوها بالانجلش راس ولا ديل. Hits or tails. Hits tails. Heads. اوكي عندنا بعد كده سالون، وسالون معناها بار، يعني بتشرب فيه حاجات او كده. You can't drive two blocks in Sin City without coming across a saloon. لما تحب تقول واحد انا صايع، انا مش ابن امبارح، حاجه. I was born at night but it wasn't last night. انا اتولدت بالليل بس ما كانتش ليله امبارح مثلا، يعني فانا مش ابن امبارح. Good one. I was born at night but it wasn't last night. Slammer يعني سجن. Okay, slammer, prison, informal, طبعا عامية, American English. Punishable by up to 5 years in the slammer, even if I don't kill anybody. Poke my nose, يعني أحشر مناخيري. Don't poke your nose in my business, يعني ما تحشرش مناخيرك في شأني أو في حالي أو. I don't mean to poke my nose, right? Door to door, دي صفة بمعنى لحد باب البيت، يعني مثلا لما تقول door to door delivery، يعني توصيل الطلبات هتوصلك لحد باب المنزل. في الاعلانات مثلا لما بيجي يعلنوا على وظيفه عاوزين يقول لك door to door transportation، يعني المواصلات بتاعتنا بتاعت الشركه هتوصلك لحد باب البيت. door to door service. لما تقول لواحد you don't think straight، يعني انت بتفكر غلط ما بتفكرش صح. But you can't even think straight. Shut the hell up. Surprise. طبعا دي عارفينها بس انا اخترتها عشان احنا بنقول surprise، وانا قلت قبل كده ما تنطق ما بلاش ننطق ال R الاولانيه. Okay, I have a surprise for you. What's a surprise? I just might surprise you. آخر كلمة وما كانش ينفع أفوت الفيديو من غير ما أقولها لأن أنا شخصياً ما كنتش أعرف. Ambidextrous. Ambidextrous يعني ودول مش كتير. واحد إيدي اليمين زي الشمال، نفس القوة ونفس الدقة، أو رجله اليمين زي رجله الشمال. I'm ambidextrous. لو الموفي عجبك وعاوزنا نكمل في سلسلة ان احنا نتعلم الانجليش او نطور الانجليش من خلال الافلام، شير ده بيساعدني في ان انا اوصل لعدد اكبر من الناس. That's all. Thank you.